يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة رف جيرف برنامج فوالة. اليوم بنكون وياكم ساعة ونص على الهواء مباشرة، وأكيد فوالتنا بتكون غير بضيوفنا المميزين لليوم. والحين بننتقل لركن التراث عند زميلتي عواطف. يسعد مساك عواطف. يسعد مساك شمروة، ويسعد مسا كل اللي قاعد يشوفونا، وأتوقع واضح أن نحن عند البحر كأنه. وبنعرف عن ضيفنا اليوم، وطبعا شكلت الحياة البحرية في الإمارات قديما مصدر للعيش والرزق للكثير من الصيادين. كان الأهالي يعتمدون على صيد الأسماك، على الغوص والبحث عن اللؤلؤ. كانت لفترة طويلة في الساحل الشرقي هذه حياة الإماراتيين. اليوم ضيفنا نزل للبحر بسن مبكر وتتلمذ على أيدي الأوليين. نرحب بالنوخذة صالح أحمد اللي رح يعرفنا عن البحر أكثر اليوم. أسعد الله مساك. ربي يسعد مساك، وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن وايد أمور، بس نرجع لعند مروة ولعند ضيوف مروة إن شاء الله. يعطيك العافية عواطف، وأكيد نرحب بالنوخذة صالح. وأكيد الديكورات اليوم وايد تجنن ويا ركن التراث، المكان كله تغير فعلا. والحين مشاهدينا بنرحب بضيوفنا اللي هو الضيف الأول، المشهد والصوت والزمان والمكان، الشخصيات والحوار حتى الصمت، كل هذا يقوم بكتابته السيناريست. ببساطة السيناريو هو عملية كتابة الشاشة. واليوم ضيفنا سيناريست وروائي. نرحب بسيناريست والروائي الإماراتي يوسف إبراهيم. أما ضيفنا الثاني لليوم من الأشخاص اللي حارب نفسه وتحدى جميع الصعوبات لوقوفه على أرجلة وممارسة حياته العادية، وأصبح من الشخصيات اللي تخدم المجتمع وتخدم أصحاب الهمم بشكل خاص، ولديه عدة مبادرات ومشاركات تطوعية ليخدم الأشخاص اللي يمرون بمشاكل صحية مشابهة له. بنرحب بضيفنا الثاني لليوم الأستاذ زياد صالح في برنامج فوالة. يا هلا ومرحب بكم، مبارك عليكم الشهر، وايضا عيدكم مبارك. بما ان كيف الحال؟ العيد جري، وتفضلوا. يا اهلا ومرحبا فيكم في برنامج فوالة. ايش حالكم؟ خير، نورتونا. يسعد مساكم. يسعد مساك استاذ زياد. يوسف وزياد. يسعد مساك استاذ زياد. الله يحفظك ومساك ان شاء الله. اشكركم على استضافتكم وتحت الفرصة للمشارك في برنامجكم الجميل. نعم، نورتونا. نورك الله يحفظك. بنبدأ أول شيء بتحضيراتكم للعيد، وكيف كانت الأجواء الرمضانية وياكم، وخاصة أن رمضان شوي اختلف بين الماضي والحاضر، شو رأيك؟ أي طبعا طبعا، يعني في تحولات صارت في رمضان. رمضان قبل كان مختلف شوي، ما في وايد تغييرات، لكن ايضا دخلت اشياء جديده على رمضان. يعني زمان كان اكثر اجتماعي، اكثر الجزء الاجتماعي كان اكبر في رمضان من الان، بالاضافه الى انه كان في زيارات بين الناس اجتماعيا اكبر. اليوم شوي الناس شوي صارت اقل من الزيارات والهاي، فهاي الاختلافات. لكن بشكل عام رمضان للحين محتفظ بروحه، يعني من الى الان ننتظر رمضان من سنه لسنه. انا الان ننتظر العيد الى الان، يعني بعد يجمعنا الجمعات العائليه والروحانيات العاليه. طبعا الروحانيات في رمضان جزء مهم طبعا. صحيح. أكيد. بالنسبه لك استاذ زياد، خبرنا عن تحضيراتك للعيد، خاصه ان العيد وايد قريب، كم من يوم يفصلنا عن العيد، وايضا كيف كان رمضان وياكم؟ طبعا تحضيرات للعيد، نحن عندنا بيت عمي الله يحفظه. آمين. كل سنة تجمع كله عنده، وهذه طبعا هذه ما تتغير من سنوات. نعم. ما تتغير العادة هذه. نعم. وفي البداية طبعا أول شيء السلام على شيوخنا الله يحفظهم. آمين. لازم نروح نعيد عليه، وعقب الظهر إن شاء الله بنكون عند بيت عمي إن شاء الله. وبخصوص رمضان، أكيد نفس ما تفضل أخونا، اختلفت الأمور عن قبل، لكن الحين الحمد لله بعد ما الله يحفظه ويطول عمره سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، سوى مجالس الخير في الدولة ودعمها. الحين استوى في مجالس في كل مكان، كل منطقة فيها مجلس الخير، يجتمعون الأهالي في المناطق، ويعني تقوى العلاقات الاجتماعية. نعم. ما بين المنطقة، يعني كل منطقة مختلفة. نعم. لأهلها يعني. نعم. بالنسبة لتحضيرات العيد للشباب، يعني أحس أن
الشباب ما عندكم وايد تحضيرات للعيد صح؟ يعني مو بنفس البنات الحنة والصالون والأظافر وشي، شو تحضيراتكم للعيد؟ والله صدق يعني فعلا يعني الواحد لما يشوف تحضيرات النسائية يشعر ان في حالة من يعني فعلا فجأة النساء يختفون من البيت، يعني ما في ولا واحدة، ما في ولا واحدة كلهم في الصالون وفي السوق، فجأة انت روحك على الفطور فجأة فتحس ان النساء اختفوا من العالم، فالله يعينهم يعني رمضان العيد بالنسبة لهم. زين شو تجهيزاتكم انتم الشباب علشان يعني نعطيكم شوي عين تجهيزاتنا بسيطة، تجهيزاتنا بسيطة يعني ما في شيء، يعني مجرد شراء بعض الحاجيات الملابس وكذا وخلاص، وفي الأخير احنا تحت أمر النساء نكون في هالفترة يعني علشان تساعدوهم علشان نساعدهم يروحون كذا وكذا صح، فاحنا دائما نكون على يعني قاعدين وننتظر بس الأوردر من النساء يعني ومن الوالدة أكيد من الزوجة ومن البنات هو عادة يعني كشباب هم العيد غالبا حق الأطفال وحق التجمعات الأسرية، وهي يعني فرحة العيد عقب رمضان بيكون اجتماع. ما في تحضيرات عيد الحين ما تعيد؟ التحضيرات لا نعم التحضيرات بالنسبة لي أنا كتحضيرات ما أحضر، يعني إذا شريت غطرة جديدة ولا شيء، لكن طول السنة نحن نفصل كنادير موجودة وجاهزة، يعني ما يحتاج أن أسير مخصوص وأجهز هي وأسوي زحمة صغار. ترى شيء وقت قبل بشهر شهرين أن نسير ونفصل كنادير ونجهز حق العيد في آخر لحظة آخر يوم إنك تشتري للفير والزحمة وتوقف الطابور لين ما يدور ممكن زمان زمان أنا كنت ممكن لين الساعة 3-4 الفير عند الحلاق وسير وفصل الكنادير، الحين أحس السوق وايد زحمة الحين فعلا، يعني تحس أن أجواء العيد فعلا أكيد أجواء العيد هذه ما حد يستغنى عنها وما حد يعني يبدلها بفرحة ثانية. نعم. لأن الكل يتري اليوم هذا. تتريون العيدية ولا لا؟ نتري العيدية. تتريون العيدية. أكيد خلاص. نأخذ عندكم العيدية اليوم. متأكد خلاص. إيه خلاص انتهت. بالنسبة لزياد وأنا ننطر العيدية. عيدنا العيدية بنأخذها من عندكم اليوم. صح إن شاء الله من عيون. الله يحفظكم. أستاذ يوسف خبرنا عن تجربة فيلم حلم. فيلم حلم مثل ما تعرفون كان طلع أتوقع 2001 أو 2002 مو متذكر، وكانت تجربة فريدة لأنه كانت على مسمى كانت حلم لكل مجموعة كبيرة من الشباب السينمائيين في هذه الفترة، لسه كانت السينما بادية تحبي في الإمارات، طلعت فكرة أن نعمل فيلم طويل وكانت معظم الأفلام في هذه الفترة أفلام قصيرة، فكان حلم يعني أنه كيف ممكن نعمل فيلم، وتعرفين حتى في هذه الفترة كانت حتى تقنيا الموضوع كان صعب. نعم. عرفتي اليوم صار الموضوع أسهل، التقنية اليوم سهلت الأمور بالنسبة لأي حد جديد راح يدخل في السينما، زمان كانت التقنية أصعب، كان كل شيء أنالوج وكل شيء صعب كذا، لكن كان حلم كانت أحلام كبيرة في هذه الفترة، كنا بعدنا صغار وحلامنا كبيرة ونبغي نحقق شيء. نعم. وفعلا تجمعنا وكان في تجمع كبير من السينما، يعني الحلم ما كان مشروع سينمائي أو سينمائيين، كان تقريبا كل السينمائيين الحالية موجودين في الساحة شاركوا في هذا العمل، وبكثير من التعب وبكثير من المشاكل وبكثير من الصعوبات قدرنا في الأخير يعني نوصل الفيلم لقاعة العرض السينمائي، وهذا كان حلمنا مش مجرد أنه نعمل فيلم طويل، أنه نوصله لقاعة العرض السينمائي كانت فرحة كبيرة بالنسبة للحركة السينمائية، حركة الثقافية بشكل عام، يعني أذكر أنه عشان تعرفين قيمة الحدث كان حتى يعني عرض الفيلم في دور العرض الخبر طلع في نشرة الأخبار الرئيسية في أحد القنوات، يعني فكان يعني شيء كبير بالنسبة لنا، واليوم أي شيء أي فيلم أنا قاعد أشوفه وأمر على السينمات وأشوف أفلام إماراتية أتذكر هذه اللحظة، أتذكر أن هي كانت بداية لأنه الكل يمشي في هذا الطريق، فدائما نعم. حسب فخر أنه هاي كانت لحظة بداية. نعم. إذا قلت لك الحين استحضر اللحظة يوم شعرت بأن هذا الفيلم نجح، وصف لي شعورك كيف كان، وصف لي شعور النجاح. والله صعب. صعب صح؟ تحسون حتى حركة الوجه. أي صعب يعني ما أتذكر بالضبط يعني وين كانت اللحظة اللي حسيت فيها بالهاي، لكن كنت دائما أمر على السينمات ما كنت أدخل، كنت أخاف إني أدخل. حسيت بمسؤولية. إيه كنت أخاف حتى إني أدخل أشوف الفيلم بين الجمهور، دائما كانت في رهبة.
لأن لما تعرضين الفيلم في الجمهور القاعة أنت تعرضين على جمهور أنت ما تعرفينه. نعم. في الغالب لما كنا نسوي أفلام قصيرة كان معظم الجمهور معروف، يعني كان الوسط السينمائي والوسط الفني وجماهيرنا وأصدقائنا. نعم. فكان الموضوع شوي في أريحية. في الوقت اللي أنت تعرضين على جمهور عادي جاي يشتري تذكرة وما له أي علاقة إلا أنه يحب الفيلم أو يكره الفيلم. نعم. كان تحدي كبير، فكنت أخاف أني أنا أواجه الجمهور في هذه الفترة، لكن كان دائما أمر على السينمات وأيامها حتى عدد قاعات السينما كانت قليلة. نعم. فكنت أمر بالسيارة وأشوف، وكانت هاي أي فرحتي وأشوف البوستر، كانت هاي الفرحة، يعني هاي اللحظات اللي ما أنساها. نعم. في فيلم حلم يعني. جميل. شعار انتشر في السنوات الأخيرة. نعم. لمواقع التواصل الاجتماعي هو توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. نعم. شعار يرددونه لأن كان في جهل عند بعض المتابعين أنه يتابعون أي شخص، ومن الممكن أنه يكون شخص جدا سلبي، من الممكن أنه يكون شخص ما عنده أي نجاحات، ولكن اليوم عند الأشخاص أصبح في وعي أنه يوم يتابع شخص يكون هذا الشخص يستاهل، يرفع من معنوياته. نعم. شخص إيجابي، شخص لديه رسالة فعلا حقيقية، والشخص هذا يبي يستفيد من هذا الشخص. أنت من الأشخاص الناجحين الإيجابيين اللي ساعدت الناس على رفع معنوياتهم، بثيت فيهم طاقة وروح للحياة. الحمد لله. نعم. شو سويت بالضبط وليش توجهت فقط لهذه الرسالة أكثر من أي رسالة أخرى، أنك تبث الروح عند الأشخاص، ترفع من معنوياتهم، تعطيهم هذه الطاقة والقوة، ليش؟ في البداية طبعاً هي ما كنت قاصد أني أكون في المجال الإعلامي أو. نعم. كناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الموضوع يا كله بمحو الصدفة. نعم. واستوى موقف وهو اللي خلاني أني أبدأ وأصور وأوجه الأشخاص. نعم. لمواضيع أنهم يستفيدون منها، وكنت خارج البلاد، ويوم رديت تحصلت في ناس تعرفني وناس تتواصل وياي وناس يسألون يستفسرون من عندي، قمت أصور الأماكن اللي تفيدهم أو اللي يعني كيف يستثمرون أموالهم أو كيف أنهم يسوون بزنس من شيء البسيط. هذه كانت البداية، كنت كتوجيه. عقب قمت كأحد من أصحاب الهمم وإني أفتخر بالشيء هذا، حطت رسالة أن عندي عدد متابعين. نعم. ليش ما أخلي عندي بعد رسالة بجانب يعني نشاطاتي اليومية؟ قمت أشارك ويا أصحاب الهمم وأكون أحد الداعمين لأصحاب الهمم في الفعاليات المبادرات الاجتماعية على مستوى الدولة، لأني أشوف أن أصحاب الهمم هم جزء لا يتجزأ من المجتمع. نعم. ما في اختلاف بين الشخص السليم والشخص اللي عنده مثلاً. أكيد. إعاقة في جسده. فعلاً. حاولت قدر الإمكان أوصل الرسالة هذه لجميع الأشخاص على مستوى العالم. نعم. يعني مو بس في الإمارات، لكن أنا أوصله وأوصل حق العالم كله، نحن عندنا في دولة الإمارات الله يحفظ شيوخنا ويطول أعمارهم، مو مقصرين ومعطينهم الأولوية في الكثير من الاتجاهات. فعلاً. اللي يدعموهم ويخلوهم يثبتون وجودهم في رياضة وفي في جميع المجالات العمل أيضاً. نعم. صحيح. كمجال العمل، وبخصوص الأشخاص السلبيين على وسائل التواصل الاجتماعي بقول شيء، يعني موقف استووية أحد من أصدقائي. نعم. في يوم كلمني قال لي، كنا جالسين نسولف في المجلس، قلت له شوفي، قال يا أخي معصب من ولدي، قال شوفي، قال البارحة شليتهم الحلاق وطلع الولد وحالق شعره من الصوبين ومسوي شعره جي وهذا، قال قلت له شو هذا، شو فيك انت كيف محلق جي، قال له ايوه فلان محلق، قال الله يسامحك بس، ويرد ثاني مره بسبب انه هو يتابع، قال لي هذا اليوم كان اخر يوم عنده الابلكيشن مال السناب شات، قال لغيته من عنده. فالاطفال يعني يمشون خلف أشخاص لا يستحقون أنهم دون وعي. نعم. وإدراك. أنهم ما عندهم وعي. صحيح. وفي للأسف في كثير من الأشخاص هم اللي أعطوهم القيمة لمتابع، يعني يتابعونهم ويعطونهم. نعم. قيمة في الشيء اللي هم يقدمونه، إن كان سلبي
يعني يزيدونه ويضحكون وياه ويسايرونه وينشروا له ويقولوا له استمر. نعم. وللأسف أن هذه الأشخاص يعني في بعض الأشخاص أنا ما بعمم طبعا أنهم يتكرمون في المنصات، في منهم يتكرمون ويأخذون ألقاب صحيح، وهم شو يقدم. فأنا أتمنى يعني هذه رسالة ممكن أنا أوجهها، أن أنا أتمنى من أي شخص ينظم فعالية أو ينظم إيفنت أو عنده يبي يعطي شهادات تقدير من الألقاب اللي منتشرة كسفير خير سفير سلام وإلى آخره، يدقق على الستوري، يدقق على البروفايل ماله، يسأل عنه، يشوفه بالذات إذا كان في أشخاص أصحاب مراكز هم اللي يقدمون هذه الشهايد. نعم. وهم جايين أنهم يكرمون هذول الأشخاص بثقة تامة بالمنظم. نعم. أنه هو المنظم وهم عندهم ثقة في هذا المنظم، ولكن هذا المنظم يجيب اللي يبغى ويعطي ألقاب وينصبهم. صحيح. وهم لا يستحقونها. فأتمنى أنهم يراجعون الأشخاص هذين ويشوفون شو اللي ويقوموا ببحث مسبق. نعم. كامل لمعرفة من هذا الشخص وهل هو فعلا يستحق أنه يكون مثلا ولا ما يستحق. ولا ما يستحق. صحيح. لأن يوم هو يأخذ لقب ويمثل جهة معينة أو يتكلم إن قدام الناس إن أنا في دولة الإمارات سفير سلام أو سفير الإنسانية أو سفير تطوع أو إلى آخره، وهو أصلا يعني أنا في ناس كنت أشوفهم هو ما حضر الفعالية. نعم. كتطوع وأشوفه منزل عنده متطوع. إنه شارك في هذه الفعالية. نعم. زين أنا كنت حاضر، ريال ما شارك، لكن طبعا أنا ما أتدخل لأن هذا كل. نعم. واحد إنه في تنظيمه وكل واحد هو أدرى في الشيء اللي يسويه. نعم. لكن وما أدخل يعني ما أعقب، لكن على منبركم حبيت إني إن شاء الله يوصل صوتك زياد. في هذه رسالة كان في مقولة. نعم. أو مثل يقول قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنا واليوم أنا أقول قل لي من تتابع أقول لك من أنت. صح. لأن في النهاية كل شخص تتابعه يمثل جزء من شخصيتك، لأنه يشبهك، شعرت بأن فيه شيء يشبهك تابعته. فأرجو أكيد من الجميع أن كل شخص يتابع شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبحث عن أشياء تشبهه وعن أشياء إيجابية وعن شخص فعلا يستفيد منه أو من فكرة، وليس أنه يكون عبارة عن شيء فاضي ومضيع للوقت. صدقتي. وفي شيء بعد إضافي ممكن أضيفه لكم، في بعض الجهات يستغلون أصحاب الهمم ويستغلون الأيتام. نعم. ومرضى السرطان أنهم يعني يقوموا بعمل مبادرة أو فعالية تحت شعار أصحاب الهمم أو تحت شعار مرضى السرطان. نعم. ويبون سبونسر ويتقاضون أموال مقابل الشيء اللي هم بيسوونه. صحيح. إنزين. فأنا أتمنى من أي شخص كل واحد ونيته في العمل، لكن في بعض الأشخاص يستغلون الشيء هذا لمصالحهم الشخصية وليس لأصحاب الهمم. نعم. أو لمرضى السرطان أو للأيتام، يأخذون من الاسبونسرية مثال نقول مثلا 10,000 درهم. إنزين. يأخذون 10,000 يبون ألعاب مثلا وهدايا ب1,000 درهم و9,000 في مخباهم. فأنا أتمنى يكون المبادرات أو الفعاليات الخاصة في أصحاب الهمم أو مرضى السرطان. نعم. أو الأيتام يكون عليها رقابة مشددة للشخص. نعم. اللي هو بنظم هذه الفعالية. نعم. أنهم يسووا كنترول عليه، يشوفونه ويحاسبونه أنت شو الشيء يعني شو الشيء. نعم. أحس أفضل أن تكون عن طريق جمعية متخصصة وعندهم رقابة وكل شيء، مو بعيب يعني عن طريق أشخاص، لأن عن طريق أشخاص إلا ما يصير أن تحس أن شوي ممكن مراوغة، شوي ممكن سالفة. نعم. حاليا في يقدروا أنهم يطلعون بأساميهم يعني مبادرات وتسجل رسميا. نعم. مبادرات، لكن المتابعة اللي هي عقب ما يستلم. نعم. هذه الشهادة أن عنده مبادرة مسجلة باسمه. صحيح. نعم. فأنا أتمنى الشيء هذا. نعم. كل شيء يظهر على الشاشة يوسف هو
خلنا نقول نتاج السيناريست اللي يكتبه واللي يدونه. شو الفرق كسيناريست بين المكتوب في التلفزيون وبين المكتوب على السينما؟ هل في فرق؟ اي في فرق، لكن اولا خلينا نقول شوف، الكتابه الجيده والكاتب الجيد هو ممكن يشتغل تلفزيون وممكن يشتغل سينما، يعني الكتابه الجيده ما في فرق في الكتابه الجيده، مطلوب الكاتب الجيد هنا وهناك، والكاتب الجيد يقدر ينتقل من تلفزيون للسينما من مكان لمكان. الفرق اتوقع يعني في فروق كثيره، يعني في فروق تقنيه، بس انا بكلمك عن فرق واحد هو يغير اشياء كثيره، وهو عنصر الزمن. هذا يبدو انه فرق بسيط لكن هو فرق كبير. انت تقضين في السينما ساعتين، تقضين امام مسلسل تقريبا 30 ساعه تلفزيونيه او اكثر من 20 ساعه حقيقيه. نعم. فهذا يفرق في بدايه في حتى سلوك الكتابه عند الكاتب، يعني الكاتب مطلوب منه في التلفزيون ان يقضي وقت طويل في الكتابه، في حين انه في السينما اوقات اقل، يعني يصير عمليه الكتابه للتلفزيون كانه مهنه، كانه دوام رسمي. نعم. يعمل لك خاصه انه هني من الممكن انه يكون 30 حلقه اقل شيء، وان السينما أي ممكن أي تكون ساعتين، فاكيد في فرق حتى في الاوراق. اي في الاوراق، يعني انت تتخيلين ان السينما مثلا السيناريو ممكن يكون 80 صفحه 70 صفحه في السينما، في حين نعم. في التلفزيون ممكن تكتبين 1000 صفحه، ففي فرق كبير، فبالتالي يتحول الشغل في التلفزيون الى كانه دوام رسمي. ويمكن في التلفزيون استاذ يوسف ان في التلفزيون في تفاصيل اكثر، في السينما ما يحتاجون هذه التفاصيل اليوميه والتفاصيل صحيح الدقيقه. صحيح، هذا هذه نفس الشيء اللي قلته قبل شوي لعمل الوقت، لان عندك وقت طويل. نعم. انت تقدرين تطلعين بتفاصيل كثيره. نعم. في التلفزيون السينما تستغني عنها، السينما نعم. دائما معتمده على البلات، معتمده على الحبكه هي اللي تحرك الاحداث، في حين في التلفزيون تفاصيل كثيره، مثلا انت عندك خطوط فرعيه كثيره في 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 التلفزيون، في حين في السينما لا، بالعكس الخطوط الفرعيه الكثيره في السينما تشتت المشاهد. حتى الخط الفرعي او الخطوط الرئيسيه الثانويه في السينما تكون دائما مرتبطه بالخط الرئيسي، في التلفزيون احيانا قد يكون لها حياه خاصه مو كثير مرتبطه بالكذا، يعني احيانا في شخصيات في الـ في الـ في التلفزيون ما تلتقي مثلا عددهم اكبر رئيسي. صحيح، عدد كبير لانه شخصيات لانه في خطوط ثانويه اكبر. بس احيانا تصير مشكله انه مشاهد هذا احيانا في بعض الاعمال التلفزيونيه. اقاطعك على هذا الموضوع استاذ يوسف، ليش في المسلسلات الشخصيات اكثر وفي السينما الشخصيات تحسهم اقل؟ هل لان هني مركز اكثر كساعتين ممكن يضيع تركيزنا اذا في اشخاص وايدين مثل التلفزيون ولا لا؟ اي مثل ما قلت لك، انت في النهايه في السينما تتبعين رحله شخص وعندك ثيمة معينة، والشخصيات هاي اللي الشخصيات الثانوية هي إما تخدم الشخصية تخدم الحبكة أو تخدم الثيمة. في حين مثل ما قلت لك في التلفزيون أحيانا يضطر الكاتب أحيانا أنه يطلع خطوط ثانوية كثيرة، لأن تعرفين عنده 30 حلقة فعنده مساحة طويلة. صحيح. فأحيانا يحتاج، لكن يضطر. مو بالضرورة، يعني مو بالضرورة، أحيانا في أفلام تلفزيونية في أفلام سينمائية فيها شخصيات كثيرة، لانه تاخذ مثلا جيم اوف ثرونز مثلا على سبيل المثال. نعم. في شخصيات كثيره وفي حبكات كثيره وفي كذا كثير، هي يعتمد على ثيمة العمل، لكن بشكل عام ايه، لانه في خطوط فرعيه كثيره في التلفزيون اقل منها بكثير في الـ في شو الاقرب لقلبك؟ السينما طبعا. السينما اسهل؟ لا اصعب. اصعب اصعب، هي مثل ما قلت لك اصعب تقنيا. نعم. لكنه التلفزيون اصعب في انه يصير كانه مهنه يوميه، مرهق. نعم. مرهق جدا، لأن تحس انك تبدع اكثر في السينما، وجدت نفسك اكثر. السينما تفرض عليك انك تبدعين اكثر. نعم. لطبيعه الفن السينمائي تروحين لانك تكتبين الصوره وتحاولين تبحثين عن حلول جديده، وتحاولين تطلعين اصلا من بدايه الموضوع، تحاولين تطلعين مواضيع جديده. في التلفزيون نعم طبعا اكيد تحاولين تطلعين مواضيع جديده، لكن كثير من الاحيان لطول العمل احيانا تستسلمين لبعض المواضيع المكرره. اشوفها احيانا كثيره في الاعمال. نعم. انه بعض المواضيع مكرره احاول اتجنبها بقدر الامكان، لكن احيانا يعني تكون الامور نعم اصعب من ان الواحد، لانه 30 حلقه فتره طويله. صحيح. تحس انه يصيبك شويه ملل يمكن؟ ما تحب الملل؟ ككتابه احاول نعم. حتى في التلفزيون انه ما يجيني ملل، لكن مثل ما قلت لك انت تشعرين بالضغط، يعني تعرفين تكتبين تحت ضغط. نعم. هناك انت تكتبين بشكل يعني
مريح اكثر، فتشعرين بمتعه اكبر بالكتاب للسينما ان شاء الله. الحين بنتقهوى، بنروح بريك علشان نتقهوى، شو رايكم؟ يلا يلا مشاهدينا، فاصل سريع ونعدي لكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا، نرجع لضيوفنا الأستاذ يوسف والأستاذ زياد. أستاذ يوسف، قبل لا نبدأ بموضوع كنا نتابع موضوع ولكن الحوار أخذنا وطلعنا بريك علشان نتقهوى، خبرنا هل السيناريست هو المسؤول عن نجاح العمل المسلسل أو خلينا نقول فيلم في السينما ولا لا؟ بالتأكيد السيناريو مهم، يعني واحد من عناصر النجاح المهمة في العمل. نعم. حتى في حالة الفشل يكون في جزء كبير يتحمل مسؤولية فشل أي عمل، لكن لا يمكن وضع السيناريو أنه هو اللي فشل عمل أو نجح عمل. نعم. كثير من الأحيان شاهد سيناريوهات جيدة ولكن العمل ما ينجح، أو العكس صحيح، لأنه العمل الفني هو مثل لعبة جماعية. نعم. الكل يشارك فيها، المخرج، الممثلين، كذا. أحيانا تكون المشكلة في الكاستنج، أحيانا تكون المشكلة في المخرج، أحيانا تكون المشكلة في كل العناصر. فعشان طلعين عمل ناجح لازم كل العناصر تتضافر، عرفتي يعني. نعم. ويكون الكرو كله كامل، ويكون الكاست كله يعني موجود في مكانه الصحيح. لا يمكن وضع يعني إشارة اتهام لشخص واحد أو للسيناريو باعتبار أنه هو سبب الفشل. ما أتوقع، بالعكس أتوقع أنه في الإمارات كتاب جيدين، وبالخليج بشكل عام في كتاب جيدين، لكن طريقة الإنتاج هي اللي تفرق. نعم. يعني أحيانا كثيرة في فرق بين اللي تكتبينه على الورق واللي تشوفينه على الشاشة. صحيح. إذا تغير شيء في السيناريو للمسلسل أو للفيلم، هل يتم تغييره بعد موافقتك لتغييره ولا لا؟ من الممكن أنه ما يرجعوا لك؟ والله يعني الاثنين موجودين، يعني في بعض الناس بعض المنتجين لا ما يعني ما يخيط خيط إبرة مثل ما يقولون إلا مع الكاتب، باعتبار أنه هو المسؤول عن كل شيء على الورق في هذا. أحيانا بعض المنتجين يتسامحون، بعض المخرجين يتسامحون، يتساهلون. نعم. في هذا الموضوع أحيانا يكون نتيجة ظروف العمل. نعم. نتيجة ظروف عمل، تعرفين أنه عمل تصوير وأوردرات وكذا أحيانا ما يضبط 100%، وأحيانا تكون لا هو شايف نفسه. نعم. أنه هو فاهم أكثر من الناس. نعم. ويحاول يغير يعني. أستاذ زياد كمشاهد، كمشاهد نعم. بعيدا عن السينارست، كمشاهد هل تحس أن العمل له علاقة في نجاحه بموضوع السيناريو والحوار ولا لا؟ أكيد السيناريو والحوار والمخرج. نعم. يلعب دور مهم جدا أنا من وجهة نظري أستاذنا. نعم. لأن في بعض المسلسلات نحن نشوفها ما يعني ما نكملها، ممكن نشوف حلقة حلقتين منها ويكون في المسلسل كامل هو مشهد. نعم. بسيط جدا اللي سوى الضجة حق هذا المسلسل، لكن حقا. يوم التابعة يوم اثنين ثلاثة أسبوع تقول أنا أضيع وقتي يوم أشوفه. صحيح. تبدل القناة من عليه وما تكمله. وفي بعض المسلسلات أنا أتذكر زمان كنت يعني أحيانا ما يمدين الوقت، الدوام والأعمال ما يمدين الوقت أني يعني أشوف المسلسل في وقته. نعم. عقب 10 أيام أشوف الحلقات كاملة، أتمني يا للساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات أحيانا أطالع جميع. يوم تخلص الحلقة أبى أشوف شو استوى الحلقة اللي عقبها. نعم صحيح. ما يجينا رقاد إلا أبى تعلق فيها. نعم. تبى تخلصها في نفس اليوم. هي فهذا. يا أنا يا أنت. نعم يا أنا يا المسلسل اليوم ما في مجال. فهذا يلعب دور المخرج، يلعب دور السيناريست، يعني الكرو بالكامل في المسلسل يلعب دور مهم. صحيح. جدا يوم يكون في بينهم وبين بعض كاريزما حق التمثيل، لأنه مو بأي شخص اللي يمثل، مو بأي شخص. نعم. يقدر يوقف قدام كاميرا ويتكلم وأنه هو يسوي مشهد. في بعض الأشخاص نطالعهم شيء نقول يا أخي هذا متصنع، يعني واضح عليه. صحيح. التصنع ما يصلح أن يكون ممثل. اليوم المشاهد أيضا ذكي جدا. نعم. في أنه يكتشف إذا هذا الشخص ممثل فعلا أو أنه يدعي التمثيل. صحيح. وللأسف في بعض مثلا المخرجين انه يكون مثلا حد من اهله، حد من اللي يعرفهم، يا اخي خلنا نطلعه في مشهد، خلنا نعطيه دور يلا، لكن للأسف تي عليه هو وتي علينا نحن، هو متقاضى اجر. نعم. ك
كمخرج مع احترام لجميع المخرجين وانا ما اعمم نعم. يعني الله يخليكم خلنا نقول كل كلامي انا ما اعمم البعض ما في او القله نعم البعض يعني او القله نعم لا حد يزعل منك ايه نعم مو بالجميع بكل تاكيد اكيد الا ما شاء الله عندنا نحن مخرجين مبدعين يعني على مستوى الامارات والخليج ما شاء الله عندنا مخرجين مبدعين ممثلين مميزين فعلا واثبت وجودهم على الساحه الفنيه العربيه وليست فقط العربية الخليجيه العربيه والفنيه نعم والخليجيه صحيح. نعم فهذه انا من وجهه نظر انه يلعب دور السيناريست مع المخرج مع الكرو عمل متكامل نعم عمل ونجاح متكامل. العمل اكيد لكل شخص إلا في افلام كثيره وفي مسلسلات كثيره انعرضت نعم. وما حد سمع عنها صحيح. هذا بدليل سوء العمل نعم. وسوء التنظيم لهذا العمل نعم ايضا يمكن كان يفتقر المضمون والمحتوى في بعض الاحيان نعم. هو السؤال اللي ينطرح اذا كان العمل هذا سيء اذا كان النص سيء اذا كان الاخراج سيء شو اللي طلع العمل على الشاشه هو نعم. هو هذا السؤال اللي دائما يعني ينسال الجهات اللي تنتج هاي الاعمال نعم اوكي انه المفترض انه في لجان للنصوص في مخرجين معروفين في الساحه المفترض ان يجمعون افضل فريق ممكن للعمل وبالتالي فكره انه العمل يطلع ضعيف المفترض انه التلفزيونات عندها الخبره الكافيه انه تنتج العمل الناجح نعم. لما نشوف اعمال غير ناجحه اتوقع انه في سؤال للتلفزيونات وللقنوات وللجان للنصوص ان لماذا تخرج هذه الاعمال في الشاشه لان انت تقيمين الكتابة مثلاً في الإمارات أو الدراما المحلية باللي تشوفين على الشاشة نعم. أنت ما تعرفين إنه في نصوص قد يكون نصوص أفضل ما طلعت أو ممثلين أفضل ما طلعوا أو مخرجين نعم. أفضل ما طلعوا لذلك أنت يعني الجادجمنت مالك شيء على اللي تشاهدين وحقيقة جادجمنت صحيح لأن أنت ما مطلوب منك تروحين في النهاية هذا يعني. نهاية العمل أي. الظاهر يعني أي. هذا الظاهر اللي من الممكن فبالتالي أن شو اللي يظهر هو اللي يأثر على الرأي العام بالدراما صحيح. لكن أعتقد إنه اللي ما يظهر أجمل في رأي الشخص اللي ما يظهر أجمل لذلك طريقة الإنتاج يجب أن تختلف وأنه النصوص الجيدة تحصل فرصة المخرجين الجيدين يحصلون فرصة وراح نشوف دراما راح تتقدم بسرعة إن شاء الله إن شاء الله بتزهر والوقت وبتنجح الزمني يا أستاذنا ونصبح الأول أيضا إن شاء الله لا إن شاء الله عربيا شاء الله. وعالميا في السينما وفي المسلسلات أنا أشوف أن بعد الوقت الزمني للعمل يلعب دور نعم في بعض الأعمال يقول لك شهر بنخلص العمل لكن ما أعطى وقته ما أعطى حقه للعمل صحيح ويا أستاذنا وأيضا ما أعطى الممثلين الفرصة ما أعطى الممثلين الفرصة لدراسة هذا الدور والشخصية أيضا وإنهم يتقنون لأن الشخصية الممثل نعم. يجب صح. أن يعني يعيش اللحظة ويعيش الشخصية ويدرس جوانبها وكيف تمشي وكيف تجلس وكيف تتكلم صحيح أستاذ يوسف هو مثل ما قال الأستاذ الوقت والبريشر اللي يجي في الإنتاج التلفزيوني هي مشكلة أحس مشكلة كبيرة نعم. لأنه الكاتب عليه بريشر الممثل نعم. الأوردرات تصورين 30 مشهد في اليوم يعني تو ماتش يعني ما صح. لا يمكن لما تسوين هذه الأوردرات الكبيرة لا يمكن تحافظين على كواليتي العمل صح. لا يمكن الممثل حتى لو ممثل جيد يكون مرتاح نعم. على طول ينزل الكيرف عنده ما راح يكون مرتاح لأنه صح. في النهاية مطلوب منه يخلص الأوردر فكلنا نجري وراء الاوردر ما حد قاعد يفكر في انه يبدا كله نعم. يبغى يخلص الاوردر ويروح المخرج والمنتج يبغون يسلمون حلقات للتلفزيون فهو سباق اكثر من انه فعلا يعني عمل فني صحيح قاعدين واي شيء يخص التلفزيون المفروض انه يكون عنده جانب ابداع وراحه نفسيه وجسديه علشان الشخص يقدر يعطي وهذا غير صح. متوفر للاسف ان شاء الله بيتوفر ان شاء الله رد لك استاذ زياد كيف يستطيع شخص من أصحاب الهمم أن يتغلب على مصاعب وصعوبات وتحديات من المجتمع؟ شو رأيك؟ كيف؟ طبعاً هالشيء هذا جداً صعب ممكن المجهود اللي يبذله شخص مثلي أنا أو شخص مثلي نعم. عن 10 أشخاص يعني أضعاف الشخص الطبيعي نعم. فالتحديات جداً كبيرة بالنسبة للتغطيات أنا أسوي تغطيات إعلامية وسياحية ما شاء الله فجدا في أحيان كثير أتعب وأحيان كثير أكون مشارك في بعض الفعاليات يكون مدتها مدة زمنية طويلة أضطر أني أستخدم الويلتشير الكرسي نعم. بسبب أني أقدر أكمل
يعني التغطية اللي أنا ساير لها. نعم. وأكيد هذه التحديات يعني الدعم اللي نلقاه طبعا من شيوخنا الله يطول أعمارهم ومن الحكومة ما مقصرين ويانا بالنسبة للدعم. الحمد لله. نعم دائما يدعمونا في الأماكن اللي نحن نتواجد فيها، يعني يسمحون أن نحن نغطي هذه الأماكن في أماكن معينة كالتجهيزات كالأماكن اللي نحن متخصصة لنا، الدعم موجود الحمد لله. الحمد لله. ومن الأشخاص بكل تأكيد اللي في حياتنا ما بننسى. صحيح. يعني عندي من له كان الدور أو عرابك أو له الدور في خلينا نقول دعمك وتطويرك كتطوير؟ أنا كنت أطور نفسي بنفسي. نعم. ولكن الدعم، الدعم نعم الدعم، وفي بعض النقاط أخوي الغالي والعزيز صلاح خوري. نعم. أخوي صلاح كان يتابعني يوميا يشوف الشيء اللي أنزله يقول لي زياد هذا النقطة عدل. نعم. لا تسوي شيء سوي شيء صور هذا لا تصور هذا. فكان أخوي صلاح خوري كان من أحد الأشخاص يعني المهمين اللي هم دعموني. نعم. وما أنسى بعد دعم أخوي محمد عقاب، بعد هذا من الأشخاص العزيزين على قلبي وأخ. نعم. لي أخ صغير لي الله يحفظه. كل الدعم كنت ألاقيه من عنده، الدوم يقول لي روح ما يهمك، يعطيك هذا. نعم. الدافع يعطيني لك. الدافع. وأكيد أخوي هزاع الخيالي وعبد المنعم أبو عنبر سعيد الأنصاري، كثير من الأشخاص أنا ما بنسى أحد هذيل، يعني هم من خلف الكواليس. نعم. وما أنسى بكل تأكيد حامد ثاني أبو عبد الله ما شاء الله عليك. حامد ثاني أبو عبد الله هذا من يعني أنا ممكن أقول إن هو الشخص اللي يحفزني لليوم. نعم. شوف من الصعب إنك تلقى أشخاص فعلا حقيقيين في حياة الأشخاص، يعني في حياتك، أن فعلا هم دوم لك سند ودعم ويساعدوك على تطوير من نفسك وعلى أيضا زيادة ثقتك بنفسك. نعم. وأن يخافون عليك أيضا في السوشيال ميديا أن سوي ولا تسوي دائما وينصحونك. هذا اللي يشوف اللي يحبون من القلب فعلا أشخاص يكون معدودين على الإيد الواحدة. لكن يعني كعدد متابعين عندي ما شاء الله عندي عدد متابعين ضخم جدا، لكن المقربين أقلاء. فنفس ما نوهت قلت اخوي عبد الله ابو عبد الله حامد ثاني هذا من اهم الاشخاص اللي هم يعني يدعموني لليوم. وما انسى. نعم. بعد اخوي وليد الحميري، بعد وليد الحميري وعنده ما شاء الله شركه ايفنت، وهو من الاشخاص اللي يسيرون على الطريق الصحيح. نعم. وليد الحميري دائما يعني يقدم فعاليات ومبادرات طليق في المجتمع وطليق نحن نحضرها. وما أنسى طبعاً أكيد دكتور لو أقول ما شاء الله سلطان زياد إنسان محظوظ جداً ما شاء الله. دكتور خليفة العبيدلي. نعم. بعد والدكتور المستشار. نعم. أحمد المنصوري أكيد تعرفون علي المنصوري. نعم. أبو علي المنصوري اللي هي أصغر رائدة فضاء ما شاء الله إماراتية. صحيح. نعم في العالم اللي هي حازت على جائزة الجينات. نعم. للفضاء. وهذه طبعا دكتور احمد منصور طبعا من الداعمين دائما المحفزين لي. نعم. وكثير من الاشخاص في المجال. نعم. الاعلامي اللي هم القدامى. نعم. لكن لو اذا بدنا انت محظوظه. نعم الحمد لله. انا اعتذر اذا صحيح. اذا نسيت شخص ولا شيء فانا اعتذر. كل شخص تواصل وياي وكل شخص دعمني يعني ما انسى فضل. أكيد. نعم. أكيد. ما انسى فضل. استاذ يوسف واستاذ زياد انا سعيده وايد بالحوار معكم، برد نتحاور ايضا ويا بعض، ولكن بننتقل لركن التراث عند زميلتنا عواطف. يعطيك العافيه مساكم ضيوفنا منورينا في استديو. ونرجع للنوخذة ضيفنا بقسم التراث مره ثانيه اقول لك مساك الله بالخير. نور وسرور. كيف حوالكم؟ شو اخبارك اليوم؟ تمام الحمد لله. الأمور طيبة؟ طيبة 100%. الحمد لله لك يا رب. نبدأ بالنوخذة، تقول لنا معنى النوخذة ولا نبدأ بالنهام بأغاني البحر؟ أنت طلبتي النوخذة. هي النوخذة البحر اللي ما يعرف يعني. أيوة. أيوة. كلمة نوخذة البحر ما في مضرة. هي. البحر يكفي شره. نوخذة اللي ملم بالمعدات هو النوخذة. ها شو المعدات؟
اتجاهها الرياح، الموي، البحر، هذا النوخذ معروف. اما نوخذ اليوم شباب اليوم نوخذه بالجهاز، نحن ما نتكلم الجهاز، نتكلم اللي الوالد الشيخ زايد قال الرجال هي تصنع المصانع. صحيح، نحن صنعنا بكلمه زايد الله يرحمه. الله يرحمه ابونا زايد الله يرحمه بالعظام في الجنه، قال صنعوا عيالي وانا دفع لكم. واليوم الشيخ خليفه الله يطول عمره اللهم امين، والشيخ محمد بن راشد محمد زي حكام الامارات داعمين الثرات بكل اماره الحمد لله لك. نحن نوصل هاي المهنه للاجيال. جميل انك بعدك محافظ عليها بكل تفاصيلها. هذا خلفت علي من ابوي الله يرحمه. الله ابوي يرحمه. مهنته هاي، شوف هاي المعدات، هاي صناعتنا بروحنا ما شاء الله. نعم، هاي الليخ، هاي الحبال، كان حيال بسيطة أول عاشة والأوليين. وحدة من الأمهات الأولية شو قالت؟ قال نهيم هذا بنهيم. قالت نار في قلبين والراية والبحر ما ظني يطفيها، وشعلت فيه لبت حشاي كوس والغربي زغير، كم عيوز لبت حشاي في القبر ونت لهاليه. تون للأجيال هذه ما تدري أن الأيام اللي جاي أفضل مكان وآشوا فيه بشقة وتعب. الحمد لله هاي المعدات تصنع، يصنعها النوخذ ويتعلم منها البحار، البحار ويتعلم منها الولد اللي موجود. ما في بيت أول دولة الإمارات صاحب البحر وصاحب الزراعة، ما أدنى غير الزراعة والبحر. الزراعة والبحر، اللؤلؤ بعدين طريقته بعدين إن شاء الله، بس نتكلم عن الزراعة والبحر. البحر مهنتنا هو الزراعة، لين ما في بيت ما خالي من راعي بحر يطرق ويجلد ويكسر ويتعلم منه الولد اللي عنده. الحرمة السعادة بتبرم وبتحيك على يعني الدنيا. مو بس شغلة ريال، بعد الحريم في البيت كانوا يساعدون. لو تكلمت عن حريم الله يرحمهم، الله يرحمهم، والباقيات الله يطول عمرهم اللهم آمين. خاصة منطقة الفجيرة هذينا هي أساس نحن نحقهم في رأس الخيمة. نعم، بس الفجيرة هاي الحرمة مساعدة أبو العيال، إنها منطقة ساحلية، ساحلية على البحر. ها الحرمة نسميه بريم، البريم هذا موجود وضحها. هذا البريم يسمونه مغزل، نحن نسميه بريم تعرفه. ها ما شاء الله لي، بس خلاص عندنا مال هاي يسموه مغزل، بس هو الحرمة تبرم إن شاء الله. البريم، شوف البريم يخيط، الحين نسميه بريم مغزل. شو نسوي فيه الحين حتى يكون الحبل نبرمه ونكونه أن يكون خيط؟ إن شاء الله كملنا الحين، سكرنا، خلينا على المبرم، نقلنا من المبرم سوينا درية. شفت الدرية هاي؟ ننقل من المبرم نسوي درية. شوف ومن شو مصنوع؟ غزل، غزل ينا كل غزل هذا. شوف الغزل هذي ينا مبرع ما شاء الله، ونكسر بروحنا. والأمهات يساعدون البنات، بنات الأوليات المطبخ التنور وشغلة أبوه ويا وراء الزراعة كذلك النخل وال وشغلة البيت. وانت تعلمتها من الوالد؟ ابوي ومات الوالد، وتعلمت من امي الله يرحمه بعد اخو ابوي. تعلمت المهنه الوالد، انا مواليد 54 ما شاء الله العمر كله. اي وياكم جمجم. والوالد توفته وهي 70 تمت المهنه الاباء والاجداد لنا، تعلمناها من ابائنا. متى اول مره طلعت ويا سفينه؟ عمري 7 سنوات ما شاء الله. 7 سنوات انا اسير البحر صغير وفهمت شو معنى طريقة البحر وشون طريق، شو يقول النهيم، شو قال أول نهيم؟ قال لي سم بسم الله، أول اسم الرحمن، قال لي سم بسم الله يا مسمي واطلب الله في جدالي شل عقلي وانسها همي. خلاص نسى البر وصاح البحر. قال لي دور نصيبك كل من الله، أول نطلب الله. قال لي دور نصيبك وين الله يعاتيبك، لا بد من نوخ دا يمحي مكاتيبك، والنوخ ذا حين ما يرقد يوصيني ويقول يا أولاد البيضة انزحل اليمة السيب والغيص وكل من ساير في حمه، أنت صاحب ميداف ومض ميدافك، أنت نوخذ على الفن خليك على مكانتك، هذاك ينزح اليمة ينزح اليمة، هذاك يشوف السمك يشوف السمك، كل واحد باختصار يسميه رابية. وهذه اتجاهات تعلمناها. نأخذ مرات تكون الرحلة طويلة. إيه. يعني أيام. شو كنت تسوون؟ هذاك السفارة. إيه. إيه هذاك لا نحس
صيد السواحل. هي السفر اللي يدور ثاني اللي يكون رحلاتهم أطول والمسافر غير. بس نحن نتكلم ما السفر بيطغيش أنا كل اللي تبي بس أول نتكلم اللي تخلف علينا اللي تخلف علينا هاي مهنة. نحن بروحنا تعلمنا من أبوهاتنا في البيت. الوالدة تحيك يدتي أم أبوي تبرم عمتي أخت أبوي تطرق نسميه طراقة حين يسمونه حياكة العليا. بيت عمي في البيت هاي كلهم اسره عمي وابوي ونحن الاخوي الاكبر ونحن بس نكنا مهنه الابو ما شاء الله. شو سوت الوالد نسوى نحن صغار نتابعهم حتى وصلنا اليوم تجيء من الاتحاد الله يخلي خليفه ماشنين ونحن هم ورانا دعم معنوي ازيد مال الماده خل لاحقين عليه والخير موجود في البيت المعنوي من حكامنا وقيادتنا نوصل هذا اللي معروض وصل الأجانب. الحمد لله بتعرفنا عنهم القطع. نعم. بس قبل كانت الأدوات بسيطة. إيه؟ كيف كنتوا تعرفون الوقت المناسب؟ يعني الحين لازم. أدوات شو الأدوات الصيد؟ يعني بتعرفنا أنت الأدوات الصيد بس أسألك أول شيء. موسم الصيد. مو تم موسم الصيد. أيوة. الصيد لمواسم. نحن عندنا هالبحر ثلاثة. ثلاث مواسم. الشتاء بروحة. والقيط بروحة. والخريف إحنا نسمونه خريف إحنا نسميه مرابيع. هالمرابيع بروحة. الأربع المرابيع. الشتاء يدش 25-11 كل سمك فيه كل سمك كبرانة ما فيه صغار انتهى الصغار هي تاخذ 11 نص من معنا 25-11 12 واحد واثنين وثلاثة ثلاثة حمل سمك شو من السمكات الشعري الصافي القابط البدح امتلئ البطن امتل البطن ياخذ شو 15 3 40 يوم حتى يرمي ينزل عقب ما ينزل طلع غيره بعد صغار هذاك تكاثر سمك صغار اليرقات يسمونه يرقات الحين اسمه سمك صغار هاي السمك الصغار الصغار وين يصير وين يعيش ما يعيش بحر بياكله الكبار يصير على الشواطئ خاصه السواحل فرنسا الدوله كلها سواحل بس نحن خليج الفجيرة جزء من المحيط نحن خليج من رأس الخيمة حتى أبو ظبي بحر رقمة نسميه خليج أما هنا محيطات غزر البحر ما ينشاف السمك الصغار يصيح فوق السيف البحر قامتهم 6 و7 أبوة على متر واحد عن الشاطئ نحن لا يختلف أننا بالميل البحر 5 أبوة فرق بين يعيش السمك الصغار يتربى 4 أشهر و40 يوم وقمان 40 4 أشهر حتى يكبر شوي ابتعد اسمه القو نزلت القو نخله بتخبرنا عن هذه الادوات وكانت تختلف من فصل لفصل ايه؟ يعني كل فصل كنت تستخدم فيها ادوات غير نحن نبي نتعرف على الادوات اللي جايبها اليوم الحين الادوات هاي شوف الحين هذا الالياخ اللي شوفينا جمعناها اللي يطرق واللي يحيك وبعدين جبناها وين نجمعهم لانه ما حد بيسوي له 10 تبع مره واحده الام بتطرق باعين والاخو بيطرق جمعناهم سوينا شفت الأرياخة أحي أجمعهم من هذه اللي عملوها يعني هم يسوونها كأنه قطع 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 وأنت تجمعهم كلهم أيوة باع 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 صارت 5 تبوة البحر سميها الروابة بعد لا الروابة غير بيخبرنا عنها إن شاء الله إذا شاء الله خير الله طول عمرك الوالدة شوف هذا الحين هذا باع وهذا باع جمعناه شو نجمعهم نسميه حق شو يعني هذا اي نوع من السمك هذا حق السمك الصغار حق البتحه لان البتحه ما في مقاومه قص الليخ القافطه الجشه على السيف هذا على الشواطئ قد متر قد كيلو بس اذا من كيلو ما نروح ما يروح اكثر لان بس هذا حد كيلو يجيب الجشه الدردمانه القرفه البتحه في اسمه الجد الصغير هذا الغلي ياب الجد كبير قطعه يوم يقطع الحجي شو قالت نروح يوم ينقطع لنا عين عينين نروبه ها الحين هذا لا شو نسميه مشابص نجمع الحين يسمونه جمع الحين نقول لا مشابص نجمع الليخين مشابص العين في العين ها نجمع العين في العين ها وبنفس الطريقه قبل ما تغير ايوه ما تغير الحين شغلتنا الاوليه والحين اليابان لا فايدة باليابان خوي لا فايدة باليابان هذا صناعتنا هذا اليابان جانا بس صناعة آبان وأجدادنا نحن جوتها صح أنه اليوم وفرت الدولة ما قصرت نحن ياسين بالبيوت والليخ يجي وارد الحبل بس لا
نحن تحب ان انت تسوي بيتك. شو الرد اللي ماله ماضي مالي حاضر وصيات قادتنا ما تنتسى. الله يخليهم ويطول. بعد تخبرنا عن هذه القطع. ها القطع الحين هاي خلصنا جمعنا حتى يكون خلصنا منها كوننا الليخ استوى 5 طبع. هذا حق سمك الساحل. سمك الساحل الصغار. الصغار. الحين يجيك الخباط. يجيك الجندواح الكبير. يجيك أنواع من الضلع. سمك. شو محتاجه؟ هذا الغزل ماله. فتحات هذه كبيرة. أكبر. وهي أقوى. أقوى. غزل. أول النايلو. النايلو. يقطعه الخباط. الحين الجاهز هالجاي. هي. أما هذا لا. مدغب ضرس لي أنا غزل نصق لي بالضرس نادر اللي يقص ما يقصه الأولين والبي في أنواع من البي انتهى البي ما نحصل الحين غزل نجيبه ونفور شفت الصو هذا الصو قواقع البحر الصو ويبون الأولين يلقطون الصو ويحرقونه بدرامات ووقف فخار زين يطبخونه طباخ والد البيم يسموه البي البي البيم البيم القراقير هيك انزين هذا لا للبيم لان البي يشوها وينعمها البي البيم البيمة قصدش البيم نعم احنا نسميه البيم اي بيم صح صح نفس الكلام بيمة والبيم صح كلامك نعم صح هذه مسميات يعني هي مسميات يطبخونه ويطبخون الغزل هذا الله يرحم الوالد حتى يكون يقاوم ما يقص القباب ما يقص الكنعن كند 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 الاول مو كند اليوم كنعد أطول من مني ما شاء الله إيه. كنعد قال له والله يا الكنعدة شوف من قوته سمكة صغيرة سماي السلس وقال له والله يا الكنعدة وانا عليش السلس في غبة الهند وما تسوين عندي فلس قالت له والله يا ابو الصفط من جاسك مني يضرس اذا ما خليه ضامك على السياف من تثرة من قوته محل لان هي بغبة وهو يعفد عني هي تلحق ما قادر عليه من قوته بس هو اصلا منه انه يفد هي تلاحقها لاني محتاج الى شو شيء غزل يقاومها صحيح صحيح زين ابوي تخبرنا عن المندوس او المندوس هذا مرغوص هذا المندوس يمر على الجميل في بيت انا بسالك عن العين يعني الفتحات الفتحات نعم. في العاشره الحين بطش الحين بعدين بنروح للصلاه الحين ان شاء الله ها ها ها, ها. في فتحات نعم الحين هذا جاهز حق سوري ها موجود نميو ما شوفي بنتي بيورينا لا شوف هذا الحين الغزل ها شو اعرف كم عين انا نحن ابوهاتنا علمونا القبه هذه نسويها من اسق النخل القبه هاي وين من اسق النخله ما نرطبها من اسق والقبه والمكسار بس يوم نبع ليخ القرفه يسمون هاي يارده يارده زين الحين شو أعرف أني هذا اللي إشاري شوف أحط السبعين هذين أعطي اثنين بس الأولين قالوا اثنين حطينا عرفنا هذه 17 18 فتحاته 17 18 ها شفتي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 26 زي في أحد يسميها الثامونة ولا ثمانية ثمانية غير ثمانية شريخ هذا ثمانية وسباعي هذا فتحات كبير حق القباب والكنعد بس القرفة إن شاء الله إذا تمت هذا بيجيب قرفة والشريخ بعد حكي لهم عن الشريخ زي هالشريخ هذا اسمه هالقرفة ما بيجيب هذا ما يجيب القرفة بيجيب الكنعد بيجيب القباب ها السمك اللي فيها الكبع كعب يسموه هو القرفة لا دردمان دردمان بنكوه اول احنا ما نسميه دردمان اسويه بنكوه صغيره والكبيره بنبوه حلوي احنا نسموه دردمان احنا طال شباب احنا نغير الاسامي اول احنا الاسامي لنا سمك في الكرم او تي وايد خلص سمك القوق غير هي هو هذا البر سمك اسمع بنتي سمك شحاي غير الشحالي يتحرك والقوق ما حد يعرفه لا ما حد يعرفه بس هذا على البر انا طريقك هي المال البر هذا كله انتم ما شاء الله بحار غزر الشعري موجود وكل شيء موجود متوفر انا ما جينا من المحيط قال الاولين هي هب كوس وهب الشرقاوي شوف الاولين ما قال كل ما القوه صعب وتعليم
قال لي هب كوس وهب شرقاوي، شرقي مطلعية، هب كوس وهب شرقاوي، وانكشف غربي على أبونه. والسنة باب رز الجاوي العصا، واللي بعيز بايضربونه يرني يا سيب لا تعاوي. والسنة بندور العونه، شاف القهر وشاف التعب. يا سلام، هذا البحر ما شاء الله عليك. نحن بنستكمل حديثنا بس خلال البرنامج فوالا، بس حاليا بننتقل ويا مشاهدينا لفاصل صغير ومن بعد راجعين. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا لضيوفنا لحلقتنا لليوم من برنامج فوالا للأستاذ يوسف وأستاذ زياد. هلا ومرحب فيكم من جديد. نرجع لك أستاذ يوسف، هل أنت من النوع اللي يقدم النص أو يتركه لتغيير ممكن النص أو البعض من النصوص، وأنه تراقبه مع المصور والمخرج ويكون لك يعني ملاحظات تبديها؟ لا لا، أنا مؤمن بالتخصص، مؤمن أنه كل واحد له دور. أنا دوري ينتهي لما أكتب النص. نعم. أقعد مع الكرو، أقعد مع الكاست، ويتم النقاش على كامل النص. بعدها أسلم النص للمخرج وللمنتج. نعم. وأثق أنه المفروض أنه يطلع بالشكل اللي اتفقنا عليه. نعم. في بعض الكتاب، وهذا مش غلط، في بعض الكتاب لا، يقعد يسحب كرسي ويقعد في اللوكيشن ويدقق على كل صغير وكبير. أحيانا يعني الكاتب يخشى أنه الأمور تنحرف أثناء التصوير، فدائما يكون موجود. أنا أحاول أن لا أكون موجود يعني، لكن مو بشكل دائم. يعني أنا قليل لما أروح تصوير. نعم. ما كثير تستهويني أجواء التصوير، لكن تتابع شوي الأعمال من بعيد. أي. من بعيد. أي. المهم أن كتاباتك بخير. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ زياد، لك أعمال تطوعية في رسم الابتسامة على وجوه أصحاب الهمم وعلى وجوه المرضى، خبرنا أكثر عن هذه المشاركات. كانت مبادرة مجلس الخير في عام الخير، هذه كانت تحت رعاية مجلس السيارات الفائقة. نعم. هم تكفلوا في عمل المبادرة، وكان بتنظيم وفكرتي وتحت رعاية وحضور سيدي سمو الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الله يحفظه. كانت للأيتام. نعم. هذه كانت في 2017، و 2018 سويت مبادرة مسيرة العلم لمئوية زايد، كانت هذه آخر مبادرة. وكان في مبادرة وردة الخير في عام الخير. نعم. 2017 هذه كانت على المستشفيات في الدولة. نعم. ليش أطلقت عليها وردة خير؟ كانت وردة خير لأني بما أني تعرضت لحادث في سنة 2013 وقعدت ست شهور في المستشفى، وعقب سنتين على كرسي متحرك. نعم. كنت أحس بالوحدة في المستشفى. نعم. برغم أن الأهل يزوروني والربع يزوروني، لكن كنت أحس بوحدة. لكن الساعات اللي تمر تحس أنه يمكن الساعة 4 سنوات. نعم. الساعة يعني صحيح. يختنق الواحد هو في المستشفى، يعني الله لا يروي الحد، والله ان شاء الله يشفي كل مريض. فكان يوم احد الموقف، يوم احد كان يخطف من قدام باب الحجره في المستشفى، كنت اقول يا رب يا يزورني. نعم. كنت اقول يا رب هذا الشخص يا يزورني ويخطف، اقول ازعل، اقول مو بعندي، يا عند حد ثاني. فقررت اني يوم قمت، يعني الله اعطاني القوه الحمد لله، قلت لازم اني اسوي مبادره اوصل فيها رساله حق المجتمع ان في عدالكم مستشفيات. ممكن شخص يسكن عدال مستشفى 10 سنوات 15 سنه 20 سنه ما فكر انه هو يزور مريض الا اذا هو مرض ولا شيء صار. صحيح. فحبيت اني اوصل هذه الرساله، ودرت يعني خذيت الجوله بالكامل. نعم. بدايه من العاصمه ابو ظبي وختمت عندكم بالفجيره في 24 ساعه متواصله بدون توقف. يعني كانت في رمضان 2017 وزعت ما يقارب 50 وردة على المرضى، أني أوصل رسالة للمتابعين اللي عندي أن زوروا المرضى. والحمد لله رب العالمين وصلت الرسالة، وقدرت أني أغير مفهوم. وكانت بعد مبادرة مسيرة العلم المئوية زايد، هذه 800 علم على مستوى الدولة، يعني 700 على مستوى 7 إمارات بالإضافة لمدينة العين.
هذه كانت لمئوية زايد في يوم في عيد الاتحاد. نعم. سويته وكانت نفس الشيء، وزعت 800 علم. هذا كان التارجت، لكن أكيد يعني وزعت علام زيادة وألعاب وهدايا. نعم. نعم. وهذا على مدار 24 ساعة متواصلة بدون توقف من إمارة لإمارة. نعم. وكان الهدف إني يعني أفرح اليهال في الإعلام وأفرح. نعم. وحتى السواح. نعم. الأجانب كانوا يستغربون، أنت شو تسوي؟ أقول لهم أنا الحين بخلص من عندكم بطلع إمارة ثانية. والحمد الله يجزيك الخير يا رب ويعطيك الصحة والقوة والعافية لمواصلة عمل الخير إن شاء الله. علشان رسالتك تبقى موجودة وتعلم الشباب كيف يواصلون عمل الخير ويبادرون بالخير أيضا. أتمنى بهالشيء هذا، لأنه في شيء بسيط جدا ممكن أي شخص يعني يسوي ويوصل رسالة من خلاله. نعم صحيح. وما يأخذ من عنده وقت. نعم. حتى عندي أنا فكرة و للأسف يعني أول البارحة التقيت مع سعادة حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي. نعم. وكان في خاطر أني أقول لهذه الفكرة أن أبا يضيفون شيء عندهم في الهلال الأحمر اللي هي كباقة ورد للمرضى. الحين نحن يوم نصير نزور المرضى نأخذ فوالة، نأخذ فواكة، ناخذ شوكليت، دلال قهوة، تريس، ويلا وتريس وعيش ولحم القيمات وتعال يلا ونوديها حق وتحصل الحجرة عند المريض كلها برزة. برزة. وكان زمان أيام شباب قبل كانوا يهوني يلعبون ورقة عند المريض في الليل يسهرون عنده. فأتمنى بس اليوم أصبح ممنوع في المستشفى يلعبون ورقة عند المريض. أكيد أقول هذا الكلام يعني من 15-20 سنة وقبل. صحيح. يعني يقول ما بنصير مكان يرس بنصير عند فلان مرقة المستشفى. المهم نحن أنا أتمنى أن ينحط في الابليكيشن الخاص في الهلال الأحمر فئة 5 دراهم مثلا، 10 دراهم، 20 دراهم، هي كباقة ورد هذه للمريض. نعم. ما أصير أشيل وياي شوكليت وهذا ابتسامة حقيقية أدفع له أدفع له هذا اللي يعني أعطيه أجر فيها وأخذ أجر وأفيد أشخاص ثانية أحسن من أنا أسير عنده وأشل صحيح. ب500 درهم ولا 200 درهم. صحيح. اللي أقدر عليه أدفعك. نعم. باسم هذا المريض ولوجه الله تعالى. نعم. أستاذ يوسف، هذا المشهد ليس له أهمية أو هذا المشهد سيلغى. موجودة في السينارست بين المخرج والسينارست إن خلنا نلغي هذا المشهد، هل يضايقك هذا الشيء؟ لا لا ابدا ابدا، انا دائما بعد نهايه الكتابه وتسليم الدرافت نقعد مع المخرج وتكون يعني لازم الكاتب بعد ما يكون انه مغلق او يحس انه هذا العمل الكتابه خلاص ما في عيوب. دائما العمل يعني انا دائما اقول النص مثل كان يتنفس ويكبر ويصغر، بالتالي دائما في 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 منطقه للتعديل، دائما في افضل. نعم. دائما في افضل، وبالتالي لا ابدا ما في اي اشكال. المشكله تكون في انه يكون التغيير مجرد التغيير. يعني انا اطلب منه اي حد يقول لي لا في هذا المشهد كذا انه يشرح لي وجهه نظر، اذا اقتنعت ما عندي اي مشكله او اي خلاف. لكن ايضا الكاتب ما لازم يكون يعني يغير رايه في يعني بمعنى انه بمجرد ان حد قال لنا تغير تشيل المشهد. لا نعم. بالعكس يعني محتاج الكاتب شويه عناد. نعم. محتاج يعاند انت مرن في هذا الموضوع. أيه. انه ما عندك عناد او انه صعب الميراث انه الشخص ما يقدر يلغي والله شوف انا موافقتك يعني انت شخص مرن. هو انا يقولوا لي انت عنيد. عنيد. واضح انك وايد مرن بالنسبه لي. اذا اسمع بالعكس انا مرن كثير، لكن احيانا بعض المخرجين يقول انت عنيد. اي يعني اقصد انه انت تكون عنيد لما تكون مقتنع. نعم. لان انت عشت النص لشهور طويلة وعش الشخصيات. إذا قال لك أن هذا المشهد ليس له أهمية في شيء أنت وايد مقتنع فيه، بتعاند ولا لا بعاند. بتكون مرن؟ لا بعاند. بتعاند. أي بعاند الأخير. بتعاند وتقول أن لها أهمية. أي طبعاً طبعاً. نعم. وبس شوفي ترى أنت الكتابة مو بس أنت لازم تكوني مقتنعة، أنت لازم تقنعين الآخرين. نعم. يعني لازم تقنعين المخرج، يعني مو بس تعاندين لمجرد العناد. صحيح. أنت لازم تفسري له ليش هذا المشهد مهم. نعم.
وفي النهاية الاثنين هدفهم هو أن يقدمون أفضل عمل. فإذا أنت أقنعتي راح يقتنع. في هذه الحالة اختلاف الرأي لا يفسد للقضية، وفي بالعكس من الممكن أن يظهر عمل متكامل وناجح. وشوفي أفضل أفضل العمل طلعت بعد شجارات طويلة. صحيح. حلوتي يعني بالعكس، يعني إنه هذا الجو الودي أحيانا ما يكون صحي، أحيانا يكون شوي الجو لما يكون في نوع من الشدة بين الاثنين، ودائما الخلاف بين المخرج والمؤلف يعني هذا شيء طبيعي وهذا شيء تاريخي، يعني هذا شيء يصير تاريخي وطبيعي ومن مر العصور من التاريخ كله مشاكل، بس اهم شيء ان الاثنين يكونون يبغون بالمحصله هو العمل الناجح، هذا هو المهم، مصلحه العمل النتيجه. صحيح. استاذ يوسف واستاذ زياد بنكمل حوارنا وياكم عقب شوي، ولكن بننتقل لزميلتنا عواطف لركن التراث. يعطيك العافيه عواطف. يعطيك العافيه مروه، ويعطيكم العافيه ضيوفنا. ونحن نرجع للنخبه صالح، شفتك قاعده تسوي هالشيء، فانا بنعرف شو هال بعد ما شاء الله خالتي مستعيد وعندهم اسئله ان شاء الله. حاضرين مالي يعطيك العافيه، الحين مخزن كل شيء مالك. منورنا والله، يلا بالصحه والعافيه. اللهم امين. بنتي سألتي السؤال هذا، هذا نحن أول إذن نسوي المد، المد يستوى الحبلة، هذا المد ماشي إذن شيء من ليف النخل الأول، وأقب ياهم الغضب، وأقب ياهم الكمبار، الكمبار من ليف الناريد، يجينا متوح وندلده وروحنا ونكسره ونسوي مد، هو هذاك مكسار ماله، نسوي منه مواصر. بس اليوم الايد مشت خلاص، ماكو مو بحاجه للاليه، ماكو المصانع، نحن نروح نصنعها. وهو شيء صغير تسوي كونه، هذا مثلوث معنا ثلاث متوح، سوينا مثلوث باليد خلاص. اول كنا مكاسر العيد مشت خلاص، ما دام مشت العيد استوى هذا حبل، استوى مد من كان واحد جمعناه ثلاثه. كم مسافه؟ لان الياخ الاوليات ما في طوال وايد، 30 باع، 30 الاشفر، 30 ب 30 والمحصر 50، معنى كل ما طول الليخ ما يجي 150 باع. هذه قادرين يكسرون، يكسرون في البيوت. هي يسوونها في بيوتهم. هي ها هذه جلدونه الحبل طرف الراس، جلدوا وكونوا وسووا وكونوا بروحهم بروحهم. زين ابويا اول كان ماشي كمبار ماشي شيء، اول ما الليف من النخل. النخل كده. نعم. وبعدين يا الغضب، بعدين يا الغضب، الغضب بلوه دقوا بعدين قلدوه. لا شوف الغضب ما يندق، خلي الدق يندقوا، يندقوا قلدوه حق الحبال. هي للحبال والعسق النخل انسحلوا، العسق النخل اللي شال العدج هذا مو بعسقه، هذه يطرفون من الظهور سووها كيسه. كيسه ما يقول سيارهم، سيارهم الحين لا سووها كيسه، اصبر كيسه حق السمك، منفض سموه منفض، بطيش اربعه اربعه، انا بطيش، انا بطيش اربعه، كيسه حق السمك. الحين هالبحر ها شغلتنا، والطوي ما الطوق ماله من الاسق وعصامات ماله، والدبايه من وش؟ لا صبر انت، خليني دبايري اختبار مالي. خلصنا من هذا، يعني من المنفاض نفس الطريقه بس عليه ثلاث حبال معلق حتى التوازن مالي. صح المنفاض حتى حق النخل، هذا شغله الكيستين، كيس مخصصة الكبيرة حق الدياي تتعلج عن الحيوانات، اللي هو القفص. نحن كيسة نحن يمكن نسمي القفص. إنزين والكيس الثانية صغيرة يحطوا الأول، ما كانت شو التخزين البصل وين يقونه؟ البصل يعني جوه حطوهم على القفص، أي قفص نسمي كيسة. هاي هاي كيسة هذه شغلة الأولين. صح. دبي ومنه المرفع، ومنه المرفع، مرفع من يريد لا بعد منه. زين في ناس يسوون قال هذا الحين، قلت لي دبي اول دوابي ما يسمع، قال لي سوي لي قرقور نشالي. قرقور هل زين؟ سوي لي قرقور نشالي من حديد واسق باباته، من حديد واسق ياهم حديد كيبلات ونشلوها وسوهم قراقير، بس الاسق لا زال. ومنه المدخنه اللي يدخن بها الملابس، اي المداخن من هذه، اي القرقور الصغير الصغير بيمه، واللي اكبر فردي، والاكبر واللي اكبر لانه مقسم الى ثلاثه، واللي اكبر قرقور، واخر شيء دبي اكبر كبيره الاكبر اللي اربعه دبي. انتم كل تسمون دبي؟ لا نحن لا في قرقور في دبي، احنا يسمون قصباء ودراء وقصبائين وقص ثلاثه وقص أربعة البنبو. لا لا هاي الأولية. نعم الناخذة بتخبرنا عن المقتنيات، لأن إحنا ندري إن أنت عندك في البيت تقريبا متحف صغير. الحمد لله الحمد لله. متحف بحري خاص بحري، متحف بحري. ما تفكر إنك تطوره؟ أطوره الحمد لله، يعني ما يكون بس في البيت، يكون متحف متحف ناس متحف إن شاء الله. إذا حصلت للمكان
المناسب. بس الحمد لله أنا في دولة الإمارات مطمئن أن نحن في دولة خير وقيادتنا تحب التراث. ما بيفتح اليوم بيفتح باشر باب، ما بنفتح بعد سنة. أنا ما بالصحة ما شوف الطريق هذا إن شاء الله قدر الإلهي إن شاء الله. سألتنيني عن هذا، هي هذا هذا شيء، هذا غوص، هي هذا الغوص. قال لي يا الغوص ما يناك من الخيار، ما صاروا المراحة. قال لي يا الغوص ما يناك من الخيار، لو ما علينا حق وديون هل الشهر وانتم تغوصون والبيت فارغ من القواضات. عزمت أنا وخذا بشتي محسانهم، سامحني محسانهم الحريم طرش الطلاقات والشهر هل هلال والقلب باغي يروح البيت مل. أربعة أشهر وعشرة أيام بحر وسماء ومقو ماخذ قواض 330 ربية، حصل ولا ما حصل؟ هالقواض أعطي مثل الدين ودها لأم العيال. كان بعد أربعة أشهر من يصير ما يرجع، وإذا هاي كمل 3 أشهر وبالثلاثين ما يبي يرهن بيته. زين الوالد في الغوص في أي مناطق يعني؟ الأغلبية كلها عندنا موجود الحمد لله. الغوص راح الغوص لوين يصير الغوص؟ الحيارات خلصت آبار بترول. الغوص الغوص ببطن الغوص يوم يصير عندنا حيارات. أنتم قليل مثلنا مكان مكانين وراس خيمة فيه مكان أم قوي فيه، بس أغلب الحيارات حيارات البطبي معروفة. أحيانا الجزر وهذا الحقول اللي تشوفونه هذا كل حيارات. حيارات يعني كنتوا أول الغوص هنا؟ هي نحن ما لحقنا الغوص. أنا أتعلمت، يقول المجالس مدارس تعلمنا نحن مهنة آبائنا هاي، بس قعدنا وياهم الله يرحم. هذه معقنيات هالصندوق مع الحياة أحمد من شرباج، أحمد محمد من شرباج، هذا مهنة الغوص. وأخوه عبد الرحمن محمد من شرباج الله يعافيه، وإبراهيم عبد الله زوي، هذه المجالس كبار عمرهم فوق 90 تعلمنا منهم الله يعطيهم طولة العمر. هذا المحار يصير الغوص يغوص كل يوم لا يقل أن 150 تبة. البحر كم تماية؟ 12 أرباع. المحارة هاي صلبة، شو بيطلع المحارة هاي؟ شو بيطلع؟ لأني جارحة لبس الخبط، هذا يسمونه خبط. ها. هي. ها. ها. هذا من شو مصنوع؟ من جلد الغنم أو البقر. هي. أنا هذا روحي مشتغل فيه. هي. روحي مدبغنا معنا مشتغل فيه بالبيت. انزين هذه شوف هذا الخبر هي. يمسك المحارة بشرع محارة بعدين. طريقة المحارة موجودة هنا. هي يشرق شوف يمسكها الطريقان يحمي ياخذ يمين ياخذ شمال حتى يشلها ويحطيها بالدين بالكيس هذا. شوف النفس مالكم دقيقتين ويرجع يطلع. لا ما يعرف الطريقة هاي. ينبر الحبل هذا ينبر ير السيب كون عشان يسحب. ايوه ير يوم ير مرة الأولى معناها ينبر معناها الأولى الثانية إذا ما انتبه خلاص سحبه. وإذا غيص السيف تعبان انتهى الغيص روح. بس الغوص مشقة صحيح. يوم ينزل وشوف الماي حمراء، شفتي هالماي تزولي أحيانا الماي سبع مايات في البحر تتغيرات لون صفر ولون دلخ وماي بيضاء ماي حمراء. الغوص متعب دول صحيح. يوم يقل الهير وشاف الماي حمراء قال له ناخذ دول والماي شرح لنا والبحر ما موازي غوصه والسن الكافر بيمحن جايب السم بغوصه. قال له غوص لبس الشمشول وحليل هذا ملبس غواص. الشمشول هو الهاف والسروال كامل مع المقصر يسمونه لباس الغوص. نزل ما قادر هلكه جدل الغواص اتحمل بس يسوي مقوضنا محلة الغوص تعب. هذه الخبط يحمي شو في قبعتين، شفت القبعتين؟ القبعة هاي أقوم ما يخلص من نزلها داخل ويحتفظ يحتفظ فيه كان يكون اليوم الثاني لين ما يخترب عنه. يعطيك العافية. عاش فيه وعاش والحمد لله. سوالف الأولين ما تنمل، سوالفهم وايد حلوة ونحن بعدنا نبي نسمع. الحين الصفد كيف يتبطلون؟ خاتم احنا ننتقل عند مروة مع ضيوفها. زين.
وشكرا لكم، شكرا نوخذ صالح نورتنا اليوم، بعدنا قاعدين حتى لو بنخلص الحلقه وبنتعلم منك. خالتي ام سعيد شكرا لكم، بس نحن بنرجع لمروه. مروه يعطيك العافيه عواطف ونوخذ صالح، وايضا خالاتي. نرجع لضيوفنا استاذ يوسف واستاذ زياد. استاذ يوسف، لاحظنا مؤخرا ان اغلبيه الاعمال الدراميه تعرض في شهر رمضان المبارك، هل لها دور في نجاح الاعمال او لا؟ تقصدين توقيتها يعني؟ توقيتها يعني ممكن في سنوات قبل أي كان التوقيت مهم جدا. نعم. وكانت دائما الأعمال اللي عليها المتوقع أن تحقق ترند عالي دائما كانت تنوضع في أماكن في توقيتات جيدة، يعني مثلا التوقيت بعد الإفطار، وهي التوقيتات مهمة بيك تايم يعني في التلفزيون. اليوم يمكن عادات المشاهدة اختلفت، اليوم أنت تقدرين تشاهدين المسلسل على وقتك دون أنك تلتزمين بوقت العرض المباشر، عرفتي؟ فممكن تشوفين على اليوتيوب، ممكن تشوفين على القنوات الخاصة بالقنوات، فما أتوقع أن هذا صار وايد أهمية. يمكن للتلفزيونات أهمية الإعلانات وأسعار الإعلانات، لكن بشكل عام للمشاهد لا. الأوقات السريعة والجميلة تمر بسرعة جداً، ولكن يعني باقي شوي وينتهي برنامجنا لليوم، برنامج أفوالة، ولكن أنا سعيدة وايد بوجودكم اليوم معنا في برنامج أفوالة. كلمة أخيرة لك أستاذ زياد لدعم الخير، وأن الشباب فعلا يكونوا يدا بيد خلينا نقول نكرس لعمل الخير كلنا. أي شخص يقدر أنه يبادر ويشارك، المبادرات كثيرة جدا داخل دولة الإمارات، وكل شيء متوفر لأي شخص محتاج أنه مساعدة أو معلومة أنه يشارك في هذه المبادرات. في الأبليكيشنات حاليا حق التطوع يقدرون أنهم يشاركون، يعرفون أماكن اللي يقدرون يتطوعون فيها بعدد الساعات. يعني ما يحتاج أنه يعني يتطوع ليوم كامل، يقدر لعدد الساعات. بكل تأكيد أنا كنت مشارك في الأولمبياد الخاص، وكان في عدد ضخم جدا من المتطوعين اللي شاركوا ويانا في هذا الحدث العالمي اللي نحن كلنا نتشرفنا فيه. ويتمنى يكون العدد المشاركين اللي كانوا فيه للأولمبياد الخاص يتعلم منهم إخواننا الثانيين إن شاء الله يا رب. وعندي شيء بسيط جدا، نعم أبا أشكر شخص أني ما أحب أني ما أنسى، أخوي أبو أصيل أحمد الجهمي، لأنه يتابعنا ويتابع قناتكم من زمان. نعم يعاتبني عقب. أستاذ يوسف إبراهيم سينارس نورتنا اليوم في برنامج أفوالة، وأستاذ زياد صالح ناشط إعلامي نورتنا اليوم في برنامج أفوالة، ونوخذ أيضا صالح أحمد أكيد نورنا اليوم، وخلاتي وأيضا عواطف يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا لا تنسون تريونا باشر في نفس الموعد في برنامج أفوالة، فأمان الله.